رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة رح نتكلم عن التربية، ومما لا شك فيه أنه بناء وتقوية العلاقات الأسرية يستغرق وقت وجهد مشترك ما بين الأفراد من الوالدين وحتى من الأبناء على حد سواء. وقد تواجه بعض التحديات على المدى البعيد بسبب اختلاف طرق التربية. أكيد طبعا أكيد حنا كمان هنا مشاهدينا رح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة لميا محمد، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة لميا، نورتينا. يا مرحبا، أهلا وسهلا عزيزتي. أكيد يعني هذا الموضوع فيه كثير من التفاصيل وكثير من التعقيدات، لكن لو نبغى ناخذها خطوة بخطوة، الأسرة في المنزل كيف لازم تكون هذه الأسرة؟ كيف لازم تكون علاقتهم في بعض، الأخوان مع الآباء أو حتى مع الأمهات أو حتى الأخوان في في فيما بينهم؟ طبعا نعرف ونعلم أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. لابد أن تكون علاقة في البداية بين الأب والأم، علاقة تقوم على الحب، تقوم على الاحترام، تقوم على التقدير. طبيعي العلاقة هذه لما تكون بينهم علاقة جيدة طبيعي راح تنعكس على الأطفال. الطفل جدا ذكي، يعرف هل الأب والأم العلاقة فيما بينهم فيها حب، فيها احترام، فيها تقدير، فيها عدل أو لا. ممكن يكون فيه بينهم صمت، ممكن ما يكون فيه تصادم، بالعكس ممكن الصمت يكون يعني هو الغالب، لكن الطفل برضو يفهم أن العلاقة غير جيدة. فلما الأب والأم، ودائما أنا أذكر لما أنت بتزوج اختار شريكة حياة وليس زوجة. صح، شريكة، يعني فكر سواء الزوج الفتاة أو الشاب، شريكة حياة. لما هو يعني يفكر فيها أنها شريكة حياة يكون حتى اختياره فيه نوع ما من الـ يعني الاهتمام أكثر، مو بس أني أنا أتزوج وأعيش حياة زوجية واسم أني أنا تزوجت. حلوة وشقرة وطويلة ونحيفة. لا، شريكة حياة، شريكة حياة بتكون لها مواصفات مختلفة. صحيح، بتكون عندها القدرة على تحمل المسؤولية. صح، عندها القدرة على تربية الأبناء، عندها القدرة على إدارة منزل، فهذا جدا مهم. فطبعا لما تكون علاقة بين الأب والأم فيها اللي سبق وذكرناه، طبيعي راح يخلق طفل متوازن نفسيا، طفل سعيد، طفل عنده ثقة في نفسه. صحيح 100%. يعني الأم والأب الأسوياء أو اللي علاقتهم تكون طيبة وعلاقة جميلة وأسرية ومبنية على الاحترام والمحبة دائما تأثر على الأطفال حتى إذا كبروا، وتأثر حتى في اختياراتهم لشريكهم. صحيح، المثالي في النهاية. صحيح أستاذة لميا، لذلك خلينا نتكلم عن السلوكيات اليومية داخل المنزل بكل بساطة. إيش الأشياء اللي الأم والأب المفروض أنهم يسوونها، يقولونها، يظهرونها أمام أطفالهم ويحرصون أن أطفالهم يشوفونها بحيث أنه ينتج لنا طفل سوي وذو أخلاق حسنة؟ أنا دائما أقول أن هذا الطفل يعني هو لبنة المجتمع. طبعا كيف تعامل الطفل هذا؟ يعني اتعاملت معه بشكل جيد وبحب وباهتمام وتقدير، بتخلق لنا شاب او فتاه سوي ناجح. صح، ربيت طفل بالعقاب او الصراخ او راح يطلع عندنا طفل ما عنده ثقه في نفسه. صح، فلما انت تكون مع الزوج والزوجه يكون بينهم احترام متبادل، ثقه متبادله، في حب، مو عيب اني اظهر الحب لزوجي او انه يظهر بالحب لي، تعود الطفل في علاقه سويه ان علاقه الاسره تقوم اصلا على الحب. صح، ليش ما اكون انا اعيش في اسره يعني بس يمكن في مجتمعنا استاذه لميا، واسمحي لي قطعتك، في مجتمعنا يمكن شوي عندنا تحفظ على هذه المواضيع، يعني خصوصا احنا لو بنتكلم جسديا يعني مثلا الام تحضن الاب اللي هو ابو العيال والعكس صحيح، او انه يكون في يعني اظهار لهالمشاعر، يستحون يعني او يمكن ما هو مقبول مره. على حسب الطفل لما يتعود ان اسرته يقدرون هالمشاعر وتكون طبعا بحدود معقوله. طبعا اكيد يكون فيها يعني حضن، يكون فيها تقبيل، الجبين يكون فيها الكلمه الحلوه، يعني ما عادش حتى التقدير وهذه الاشياء المعنويه اللي تصير الاحترام بيناتهم، يكون فيها يعني هدايا حتى كانت رمزيه وبسيطه، بس يتعود ان العلاقه الاسريه علاقه تقوم على الاهتمام، التعاون،
يعني الأب يتعاون في الأسرة، يعني بعض مثل أبائي الأم هي اللي تدرس. طب أنت ليش ما تساعد في تدريس أبنائك؟ ممكن هو يغسل الصحون. طيب. إيه ليش لا؟ ليش ما يكون في تعاون؟ صح. يعني تعاون في الأسرة مو عيب أبدا ولا شيء مخجل. طبعاً. فلما أنت بالعكس لما أنت تعرف طفلتك أو طفلك في أي مرحلة يدرس وش الدروس وش الأشياء الصعوبات كيف إني أساعده، حتى تنشأ علاقة سوية، تنشأ علاقة فيها حب. دائماً أقول الأب اللي غائب، صح ممكن الأب دوره إنه يوفر الأمان والماديات، لكن لما هو يغيب عن المنزل غير موجود، يعني الأم اللي تودي المستشفى، الأم اللي تدرس، الأم اللي تأكل، حتى العلاقة العاطفية ما تكون قوية. سبحان الله. صح. بعكس الأب اللي يكون لا حريص، حريص على هذه التفاصيل، علاقتهم العاطفية جدا قوية، في ثقة متبادلة، ودائما الطفل يحتاج الشعور بالأمان، الشعور بالثقة، يعني يستقيها من الوالدين. جدا مهم أن الأسرة تحاول أنها تربي نشأ يقوم يعني على هالمشاعر. والعكس صحيح أستاذة لميا، بحيث أنه ما يعني الأم والأب المفروض أنهم ما يتطاقون قدامهم، يعني عادي تحصل مشاكل في كل العوائل، لكن في البعض يبالغون قدام الأطفال، مثلا يتبادلون الكلام السلبي، الأسماء السلبية مثلا، أو يناقشون مشاكلهم قدام الأطفال، فهذا عكس اللي إحنا قاعدين نقوله. الطفل هنا يعني بعض ممكن الطفل يصير فجأة يسرق. صح. هو ما يسرق، فجأة يتبول لا إرادي، هو ما يتبول، فجأة صمت اختياري. أيه. فجأة الطفل يصير عنده تأتأة. صح. أو يتمرد على أهله كمان. صح. الأسرة. أيه. الأسرة مسؤولة، يعني مثلا تكون طفلة ما فيها شيء، الأب والأم انفصلوا، فجأة البنت صارت تسرق، ما جاء من فراغ، من العلاقة السيئة اللي كانت تشوفها. يعني دائما أقول إذا أنت ما عندك القدرة على تحمل مسؤولية، عشان كذا ليش قلت شريك حياة؟ لأن لما يختار شريك حياة فهو بيكون حريص، كيف عقليتها؟ كيف عقليته؟ كيف نفسيته؟ كيف نفسيتها؟ أنا دائما أقول قبل الزواج خليك واضح وصريح، يعني كن واضح وصريح، أنا أحب كذا، أنا أبغى كذا، أنا مواصفاتي كذا، لا تفرش الأرض ورد. وهي نفس الشيء، يعني خليكم كل واحد طبيعي بحيث كل طرف يتقبل الطرف الثاني. لكن لما أنت تعطي انطباع أني أنا بسوي كل شيء، طبيعي بعد الزواج بصير فيه تصادم. الحلوة الوضوح في العلاقة. المشاكل لابد تكون في الأسرة، لابد تكون مشاكل، بس كيف نداري هالمشاكل؟ كيف إحنا نعالجها؟ الطفل يتعلم علاج المشاكل من خلال الأسرة. لما يكون علاجهم مشاكل بصراخ، طبيعي بيصير الطفل دائما يصرخ، وهذا صح. عنده الحل المشاكل. فمهم جدا كيف أعالج مشاكلي. أبدأ أعلم طفلي لما أنا أغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، فعندنا مبادئ كثير في الإسلام. صح. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. أبدأ أعلم أن الغضب ممكن يخليني أطلع بصورة غير جيدة. الغضب ممكن يجعلني أخسر علاقات. نعم. جميل. نعم. صحيح. يعني الواحد لو انه بس هو مجرد ما اقتدى يعني بالسلوك الاسلامي التربوي هذا، الواحد يعني حتى لا يفجر في الخصومه، لا يكون مثلا في كثير من الاساليب السيئه. انا دائما اقول مهما ما كان في وفاق ما بين الام والاب، او كان مثلا في فتره خلاف وغيرها، لا يوتروا جو البيت ويحافظوا قد ما يقدروا على هدوء واستقرار المنزل. صحيح. يعني صحيح. الامانه موضوع جدا شيق، و في أشياء كثيرة ذكرتيها مهمة جدا لكل الأبوين وحتى التربويين أنهم يسمعون. أستاذة لميا، إحنا نشكر تواجدك اليوم معنا، شكرا لك وشكرا لإثرائك هذه الفقرة. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم.